شلون نحسب؟ اني لنفرض عندي نطين احنا هنا مثال الكلينيكال اتاتشمنت لوس اللي موجود عندي هنا 6 اللي هو مثل ما ذكرنا من الفري جنجيفال مارجن عفوا من السمنتو انامل جانكشن تو ذا بيز اوف ذا بوكيت 6 اللي هو عباره عن 2 قمر السجن و4 البوكيت 4 بريدنتال بوكيت و2 قمر السجن هو 6 الكلينيكال اتاتشمنت لوس. بس البون وين صاير؟ البون هنا اكو فد منطقه مقدسه هنا اللي هي عباره عن كونكتيف تيشو. هذه المنطقه اسمها البيولوجيكال ويث. ايش ما يصير مايجريشن بالجنكشنال ابيثيليوم ابيكالي هاي البيولوجيكال ويث تظل 2 في كل مكان. ايش قد ما ينزل هذه بروتكشن للبون، هاي البروتكشن الكونكتيف تيشو كولا هذه دائما موجوده 2 ملي. فاحنا عندنا الكلينيكال اتاتشمنت لوس 6 زائدا 2 البيولوجيكال ويث، ايش قصر عندي؟ البون لوس 8. بون لوس 8 زين. اذا روت احنا اذا روت عندي ما اعرفه عندي شغلتين، اما ضعف الكراون، ضعف طول الكراون، اذا الكراون موجود انتاكت ما بي ريميشن ما بي ملابس كراون ما بي اي شيء، ضعف الكراون يطلع لي طول الروت، او اني ماخذه اشعه ومضبطه طول الروت. اذا ما عندي كل هاي افرض طول الروت 15 زين، الثمانية ايش قد تمثل لي من ال 15؟ تقريبا نصها. اذا 50% هو البون ريزوبشن بروت، ال 50% يعني الميدل ثيرد يعني ستيج 3، معناها ستيج 3. بهالطريقه احنا نحسب الستيجز مال البريودنتال ديزيز.